ينضم معنا حول الموضوع من محافظة الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. هل حدثنا عن الحملة التي قمتم بها مؤخرا في مخيم النازحين في الخلدية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا جزيلا لكم وتحية لجميع مشاهدي قناة الرافدين. حياكم. في هذه الحملة جاءت بعد الاطلاع على أحوال والنازحين في مخيمات الخالدية والزيارة الميدانية وتسجيل أهم احتياجاتهم، فتم تنظيم هذه الحملة التي تتألف من تجهيز 960 سلة غذائية في على تغطي عدد العوائل الموجودة في هذه المجمع المخيمات في الخالدية، إضافة إلى توفير أكثر من 16,000 لتر من النفط الأبيض كوقود لهذه العائلات التي تسكن الخيام في العراء في مناطق الخالدية. والحمد لله جهزنا جميع العائلات الموجودة وأعطينا جميع حاجاتهم المطلوبة والضرورية في هذه المخيمات. نعم دكتور، إلى أي مدى ستساعد هذه المساعدات بسد احتياجات النازحين في الخالدية مع قدوم فصل الشتاء؟ بالتأكيد هذه لن تسد كل حاجتهم، لكن هي دفعة إلى الأمام، هي محاولة للتخفيف من معاناتهم، هي يعني تدفعهم لمدة يسيرة، ولكن هم كما سمعتم في التقرير بحاجة إلى المزيد من الدعم، مزيد من الوقود، مزيد من المواد الغذائية. نحن استمعنا إلى طلباتهم يعني، وقالوا أنهم بحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية، حيث أنه يعني صار أكثر من 30 أو 40 يوم لم يستلموا الحصة الغذائية التي تصلهم المقررة أنه تصلهم، فهناك نقص حاد في المواد الغذائية. وهذه مناشدة لجميع المنظمات العاملة في هذا الميدان بالوقوف على حاجتهم والمحاولة لدعمهم وسد حاجتهم في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما في هذا الجو البارد في فصل الشتاء في هذه الخيام. نعم دكتور، ما الحل اليوم للنهوض بواقع النازحين في المخيمات، وكيف تقيم دور الحكومة في عملية إغاثة النازحين؟ والله يعني هناك قصور واضح، يعني نحن يعني سألناهم هل هناك من يأتي، هل هناك منظمات، هل هناك جهات حكومية؟ قال إنه هناك يعني فترة انقطاع طويلة لم يأتي إليهم أحد، سواء منظمات الحكومية أو جهات حكومية أو منظمات إنسانية الخاصة، لم هناك تقصير واضح يعني في توفير ما يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة. ونحن بدورنا نقدم تقديمه في هذه المخيمات، ولكن هم اكيد بحاجه الى مزيد من الدعم والمساندة والوقوف معهم في هذه المأساة الإنسانية الكبيرة. هل هناك من مشاريع أخرى في أجندة المنظمة في عام 2018، لا سيما هناك المشاريع التنموية التي تحفز النازحين الباحثين عن فرص عمل ما؟ والله بالتأكيد هناك يعني خطط يعني متواصلة، يعني المنظمة مستمرة ومتواصلة في تقديم اليد العامة المساعدة للمخيمات في العمرية في الحبانية على مستوى الأنبار، وكذلك في المخيمات للنازحين في مناطق شرق الموصل. فالحمد لله هناك يعني أجندة مليئة وحافلة بجداول الحملات التي تسيرها المنظمة خلال الفترة القادمة، ونسأل الله أن يوفقنا في عملنا هذا. نعم دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.